الشباب المصري أصبح عنده طرق الخاصة وبقى بيشوف كمان السياحة الداخلية والموسم الشتوي بشكل مختلف. وده اللي جذبني الحقيقة في الكونتنت اللي بتقدميه والمحتوى اللي بتقدميه، لأنك برضو دخلتي على الموجة الشبابية اللطيفة اللي أصبحت بتغير شوية في شكل إيه السياحة التقليدية بالذات بالنسبة للشباب. أنت مهتمة قوي بالسياحة الداخلية صح؟ جدا طبعا. وده واضح. احكي لي شوية بتعملي إيه كمان في الفترات اللي زي دي وفي الموسم الشتوي، وايه الطرق اللي بتتبعيها كمان عشان تجذبي شباب كتير من جوه مصر تحديدا؟ هقول لحضرتك على حاجه. انا دلوقتي لما حصل المشكله بتاعت كورونا كان اللي شايل السياحه طبعا كانت وقفت، كل حاجه كانت وقفت، بس اللي رجع شويه السياحه كانت السياحه الداخليه اصلا اللي هم المصريين. لان كانت الدنيا شويه رخيصه، كانت الدنيا بسيطه بالنسبه للشباب ان احنا نسافر ونشوف بلدنا. انا فاكر انا رحت الاقصر واسوان في كورونا، كانت الاسعار طبعا يعني بسيطه خالص، او كنا ملتزمين بالاجراءات بس كانت الدنيا فاتحه ومبسوطين كانت كانت كويسه. في حين ان كان الاجانب كان في شويه مشاكل، وطبعا كان طرق السفر كانت صعبه زي الاول. انا كان هدفي ان انا اوعي الشباب اللي طالعه في العشرينات واللي قبل كده وفي الثلاثينات وممكن كمان اكبر بحب بلدهم. انا ازاي احب بلدي وانا ما اعرفهاش؟ ازاي احب بلدي من غير ما اشوف جمالها؟ انا بشوف جمالها في التلفزيون، بس لما الناس بتروح للاماكن السياحيه دي بيبقى الموضوع مختلف. بيبداوا يفهموا يعني ايه طابه، يعني ايه سينا، يعني ايه اسوان، يعني ايه الاقصر. فكان ده هدفي الاول. كنت بروح انا لوحدي اصور، لقيت ان في اقبال كبير بالذات من الشباب ان هم عايزين طب انت روحتي فين، طب عملتي ايه، خصوصا ان انا ساعتها كمان كنت طالبه، فكنت يعني على القد كده بحاول على قد ما اقدر كل فتره اسافر مكان يكون بسيط بالطرق البسيطه اللي اي شباب بيعملوها. وده اللي عجبني انه لما دخلت بصيت عندك يعني كلها حاجات افورد بالاول، كلها حاجات بسيطه خالص يقدر اي شاب ان هو يعملها. برضو احنا حالتنا صعبه شويه الشباب الايام دي، فلازم تطلعونا شويه. فده اللي عاجبني الحقيقه، انه يبقى عندنا بدايل رخيصه ونقدر نفيد نفسنا ونفيد البلد في نفس الوقت. وعلى فكره في كمان يعني اجانب بييجوا بيبقوا حابين يقعدوا في حاجه بسيطه علشان يصرف الفلوس اللي معاه في ان هو يروح رحلات بقى للمكان نفسه. يعني هو مثلا ممكن يقعد في اوتيل مش غالي، وده على فكره الفكره دي بدات كتير لان الاجيال اللي طالعه اللي هو بتاعت الابلكيشنز السهله فبقوا عايزين ايه ده. انا ممكن فعلا ما اصرفش فلوس كتيره في حاجه 5 نجوم او 4 نجوم. يعني انا بتكلم عن شريحه مش كله. بس الشريحه دي جايه كتير لان انا لما بروح هو بيقول لك انا مصرف على الاوتيل، لا انا اروح اماكن كتيره كتير قوي في نفس المكان واتفرج على البلد كلها وهدفع نفس الفلوس بس اقسمها على اماكن، بس اقسمها في حاجه تانية ممكن يعني اتبسط اكتر بيها. ده بيجي لك الشريحه دي بيجي لك كتير وبيبقوا يعني الناس هم اصلا يعني كانوا يقولوا لي احنا زهقنا من الاماكن بقى 5 نجوم. انا مش عايز حاجه، مش عايز حاجه 5 نجوم، انا عايز حاجه بسيطه وفي نفس الوقت عايزه اتحرك، عايزه اشوف بقى الاماكن اللي انت بتروحيها ايه بقى. ما هو بيبقى متابع فببدا يعني لقيت ان انا خلاص المجال ده انا محبوبه فيه، فبدات ان انا اقول للشباب ازاي بقى ننظم لنفسنا بروجرام منظم والتكلفه كمان تبقى كام وازاي احجز وازاي اعمل، فعلشان الناس نفسها تروح بقى بنفسها وتجرب الاماكن دي.